هل يمكنك تهجئة اسم عاصمة الأزدك؟ نعم، من الصعب جدا نطقه، وهذا أعلى من مستوى راتبي. ها، حسنا، إنها تنوتشتيتلاند، ومن الصعب تهجئة أسماء مدن المايا أيضا، ياكسيتشيلان. لابد أنهما جزء من اللغة نفسها، أليس كذلك؟ حسنا، هذا ليس صحيحا. كان الأزتيك والمايا من بين أشهر شعوب أمريكا الوسطى، لكنهما لم يتحدثا اللغة نفسها، ولم يكونا حتى حضارة واحدة. عاشت الدولتان في عصرين مختلفين. سيطر الأزتيك على المنطقة من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر. في أوروبا كان هذا بالقرب من نهاية العصور الوسطى. أما المايا فقد كانوا قبل الأزتيك. يعتقد المؤرخون أنهم بدأوا في بناء الدويلات في القرن الثالث، واستمر مجدهم حتى القرن العاشر. لكن هذا لا يعني أن المايا والأزتيك لم يتواصلوا مع بعضهم البعض، ولكن في الزمن الذي حدث فيه هذا كان المايا في حالة انحدار. كان الأزتيك يقيمون علاقات تجارية أكثر مع أحفاد المايا وليس شعب المايا الحقيقي، ولم تكن الحضارتان تعيشان في نفس المكان. فقد بنى الأزتيك مدنهم في شمال ما يعرف اليوم بالمكسيك، وعاش المايا في الجنوب في شبه جزيرة يوكاتان. إنها موجودة أيضا في المكسيك المعاصرة، لكن المايا سكنوا أجزاء من غواتيمالا وبليز الحديثتين أيضا، وكانوا يتحدثون عددا من اللغات. يتحدث شعب المايا مجموعة من اللغات وليس لغة واحدة فقط، وقد استمرت بعض هذه اللغات حتى يومنا هذا، وتشير التقديرات إلى وجود 6 ملايين مجموعة من شعب المايا الأصليين منتشرين في مختلف أنحاء أمريكا الوسطى. وفي غواتيمالا هناك 21 لغة مايا معترف بها من قبل السلطات. وفي المكسيك شمالاً يبلغ عدد اللغات الرسمية 29 لغة. أما بالنسبة للأزتيك فالوضع أبسط كثيراً، فقد كانت لديهم لغة واحدة ولا يزال يتحدث بها نحو 1.5 مليون شخص، معظمهم في وسط المكسيك، وهذا العدد أكبر من أي عائلة أخرى من اللغات الأصلية في المنطقة. ولكن هل هناك إمكانية أن يفهم متحدث اللغة الأزتيك متحدث لغة المايا؟ كلا على الإطلاق، فاللغتان غير مرتبطتين أبداً، بل إنهما لم تشتركا حتى في نفس أنظمة الكتابة. لقد كان المايا أكثر تقدماً لأنه مستخدم الهيروغليفية، نعم مثل المصريين القدماء. فبدلاً من الحروف التي تشكل الكلمات، استخدمت الحضارات القديمة صوراً صغيرة لترمز إلى شيء أو مفهوم. على سبيل المثال، عندما أراد المايا كتابة كلمة جاغوار، كانوا يرسمون صورة صغيرة لهذا الحيوان. وفي المجمل كان نظام الكتابة لديهم يحتوي على أكثر من 800 حرف مثل هذا، وهو نظام معقد للغاية مقارنة بالطريقة الحديثة التي نكتب بها الكلمات. لكن الأزتيك كانوا متأخرين بخطوة واحدة عن المايا، فقد استخدموا الصور التوضيحية والرمزية، وهي ببساطة رسومات معقدة تشير إلى شيء أو حيوان أو مفهوم. وبالمقارنة مع هيروغليفية المايا فهي ليست رموزا بسيطة يمكن لأي شخص رسمها، بل هي روائع حقيقية من الفنون البصرية، ولا يستطيع رسمها إلا الرسامون المهرة. أقول رسمها وليس كتابتها، لأنه من الناحية العملية لم يكن لدى الأزتيك نظام كتابة. لذا يمكنك القول إن شعب المايا كان أكثر تقدماً عندما يتعلق الأمر باللغة، ففي النهاية كانت لديهم اللغة الوحيدة المعروفة المتطورة بالكامل في الأمريكتين قبل وصول الأوروبيين. ولكن من حيث الثقافة والاقتصاد لم يكن المجتمعان مختلفين كثيراً. لم يستخدم أي منهما الماشية في الزراعة والنقل، أما المحصول الرئيسي لكلا الشعبين فلا بد أنك قد خمنت أنه الذرة التي أطلقوا عليها الذرة الصفراء. كان كريستوفر كولومبوس أول من نقل الذرة إلى القارة العجوز في عام 1493. كذلك زرع شعب المايا عباد الشمس والفانيليا والقطن. أنتج الأزتيك الفلفل الحار والفاصوليا والقرع. وعندما يتعلق الأمر باللحوم كان الأزتيك يصطادون الأسماك والروبيان، وكان المايا يربون الديك الرومي تماما كما نربي الدجاج اليوم. وكان مجتمع الأزتيك يتألف من النبلاء والعامة، وكل مجتمع يقوده إمبراطور. وكان المايا يعيشون في الغالب في ممالك مستقلة يحكمها ملك وعائلته الملكية. لم تكن هناك مركبات ذات عجلات في هذه الحضارات. كان تجار الأزتيك يسافرون عبر أمريكا الوسطى وهم يحملون البضائع على ظهورهم. لم تكن هذه هي وسيلة النقل الأكثر راحة بالتأكيد. لا ينبغي أن نتخيل طرق الأزتيك مثل الطرق المعاصرة، لقد كانت أضيق لأنها كانت مخصصة للمشاة فقط. استخدم المايا شبكة طرق مماثلة تضمنت أيضا الزوارق، لكنهم لم يسافروا بعيدا عن السواحل. لقد نحتوا هذه السفن من جذوع الأشجار الكبيرة. كان متوسط طول زورق المايا 15 مترا، إنه طول اليخت الحديث. تنوعت السلع التي تاجر بها المايا بين الملح واللؤلؤ،
وكانوا يعتبرون اللحوم سلعة فاخرة إلى جانب الذهب والنحاس والفيروز. وهل يمكنك تخمين العملة التي كانت تجار المايا يستخدمونها؟ سأعطيك تلميحاً، لم تكن من معادن وورق كما هي اليوم، بل كانت حبوب الكاكاو. كان لديها سعر ثابت في السوق، مما جعلها خيار الدفع المثالي. الوضع في المجتمعات الحديثة ليس مختلفاً كثيراً. حوالي ثلثي الدول ربطت عملتها بالدولار الأمريكي. بالنسبة لأمريكا الوسطى، كانت حبوب الكاكاو هي الأوراق النقدية الخضراء. استخدم الأزتيك نفس العملة تماماً، لكن مع اختلاف بسيط. كان لديهم شيء يسمى التخاديروس، أي عملة الفؤوس. كان الفأس يساوي 8000 بذرة كاكاو. أراهن أن العمل في مكاتب صرافتهم كان ممتعاً. عندما يتعلق الأمر بالمعادن، كان اليشمو يحظى بتقدير كبير في كلتا الثقافتين. صنع المايا والأزتيك أدوات وزخارف منه. اعتقدت تلك الشعوب أن اليشم يجلب الجمال والعمر الطويل للشخص الذي يرتديه. تقع مناجم اليشمي الخاصة بهم في غواتيمالا المعاصرة. هل تتذكرون تلك المدينة التي لم نستطع نطق اسمها في البداية؟ يمنحنا تأسيس عاصمة الأزتيك نظرة مقربة على نظام معتقدات تلك الحضارة بأكملها. فوفقا للأسطورة، أمرهم إله الأزتيك ببناء مدينة في المكان الذي يجلس فيه نسر على صبار يحمل ثعبانا بين مخالبه. وقد رأوا هذا يحدث على جزيرة في إحدى البحيرات، وهناك أسسوا تلك المدينة. وإذا كنت تريد العثور عليها على خريطة أمريكا الوسطى اليوم، فابحث عن مدينة مكسيكو سيتي. هذا هو موقع عاصمة الأزتيك القديمة، بل إنها حصلت على اسمها من تلك الحضارة القديمة لأن مكسيكا كان اسما بديلا للأزتيك. لقد بنوا المدينة على جزر اصطناعية صغيرة، وكانت أكبر قليلا من مساحة مطار هيثرو في لندن. لم يكن لدى شعب المايا عاصمة بالمعنى المعروف اليوم. امتدت حضارتهم في 40 مدينة، وكان عدد سكان هذه المستوطنات يتراوح بين 55,000 نسمة. واليوم يمكن تصنيف هذه المواقع من حيث الحجم على أنها بلدات أمريكية صغيرة، لكن العدد الإجمالي لمدن المايا قابل للزيادة. يواصل علماء الآثار اكتشاف مدن جديدة في أعماق غابات شبه جزيرة يوكاتان. ومؤخرا اكتشف الباحثون موقعا جديدا في جنوب شرق المكسيك، ووجدوا عددا من الأعمدة الحجرية وأطلقوا على المدينة اسما أوكومتون، وهي كلمة تنتمي إلى لغة المايا. في الماضي كانت المدينة جزءا من الأراضي المنخفضة الوسطى للمايا، واليوم تغطي هذه المنطقة غابات كثيفة. هجر المايا مستوطناتهم في هذه المنطقة في القرنين الثامن والتاسع تقريبا، ولا يزال المؤرخون غير قادرين على الاتفاق على سبب حدوث ذلك. يزعم البعض أن الاكتظاظ السكاني كان السبب الرئيسي، ويزعم آخرون أن طرق التجارة انهارت، وبالتالي لم تعد مدن المايا قادرة على الازدهار. ومهما كان الأمر، فقد استمرت مدن المايا الشمالية، وكان أحفاد هؤلاء الشعوب هناك عندما عثر عليهم الأوروبيون بالصدفة بعد عدة قرون. كان الأزتيك موجودين أيضاً في المكسيك اليوم في هذا الوقت، لكن الاتصال بثقافة أجنبية لم يجلب لهم الكثير من الخير، فقد تفشى الجدري الذي حسم مصير الأزتيك. ومع ذلك، هذا لا يعني أن هذه الحضارة الأمريكية خرجت من التاريخ إلى الأبد. في كل مرة نقول فيها كلمات مثل الأفوكادو والتشيلي والجواكامولي والشوكولاتة والكويوت، فإننا في الواقع نحيي لغة الأزتيك. هذه الكلمة موجودة في كل لغة تقريبا على هذا الكوكب. دخلت كلمات المايا أيضا اللغة الإنجليزية الحديثة. يزعم علماء اللغة أن كلمة شارك تأتي في الواقع من لغة المايا، من الكلمة التي استخدمها شعب أمريكا الوسطى القديم للإشارة إلى السمك. لقد خلفت الحضارتان القديمتان وراءهما أهرامات وتبدو متشابهة جدا في الطراز. التلميح الوحيد الذي يمكن أن يساعدك في التمييز بينهما هو أن هناك أطلال المايا التي لا تزال موجودة حتى اليوم أكثر من أطلال الأزتيك.